الأخصائية والمعالجة النفسية أستاذة سامية المطيري. يا صباح الخيرات، حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا، صباح النور. صباحك ورد. يمكن كان البعض أو نختلف قليلا أنه الواحد ممكن يتوهم المرض أو لا، بس مع جائحة كورونا يعني الكل صار يتوهم أنه فيني شيء أو ما فيني شيء. إيش الأسباب اللي تخلي الواحد يتوهم المرض؟ توهم المرض هو الواحد بالعادة يكون أصلاً شخصيته أنه عنده فكرة أنه أنا بنصاب، يعني هو شخصية قلقة أصلاً في الأساس، فيصير عنده القلق أنه أنا مصاب. فمجرد ما يسمع مرض على طول يروح يفتح يعني يشوف بالإنترنت إيش اسمه، إيش المرض هذا، إيش أعراضه، ويبدأ يتقمص هذا المرض ويبدأ يعيش إحساس أنه هو في مرض كورونا، زي مرض كورونا وزي الأمراض الثانية. فهو يصير عنده اعتقاد أنه مصاب، فيروح للدكتور ويروح يدور فحص ويسوي التست مرة ثانية ويرجع مرة ثانية، فيصير في هذه الدوامة حلقة مفرغة طول الوقت أنه هو عنده توهم بالمرض. هو عندنا يسمى بالحالين يسموه القلق المرضي، كان أول يسمى التوهم المرضي، بس الحين يسمونه anxiety، القلق المرضي. وعشان شخصه أصلا لازم يكون ما لا يعني ما لا يقل عن 6 شهور في هذا العرض، في هذا اللي الشكوى دائمة أنه أنا مصاب، البحث دائما عن المرض، يروح للأطباء كثير ويسأل، عنده قلق وتوتر، شكوى دائمة وتجنب للناس اللي ما يسمعون شكوته، يروح للناس الثانيين يسمعون له علشان يشتكي من هذا. فهذه هي الدوامة، فصارت أكثر واضحة في أزمة كورونا لأنه كان معدل القلق مرة مرتفع، فيصير الواحد مرة حساس. وكانت حالة عامة تقريبا الجميع حول العالم نفس المشاهد. وبعدين الإعلام كثير لعب أنه لو لمست، لو سويت أشياء كذا، تنبيهات على طول الوقت، فجابت القلق للناس، فالناس صاروا قلقانين أنه ممكن يتعرضون لأي وقت. طيب إيش هو يصنف مرض توهم المرض ولا يدخل في دائرة الاضطرابات السلوكية؟ هو في الدليل التشخيصي الدولي أنه هو اضطراب نفس جسدي يسمى القلق المرضي، كان سابقا في التشخيص اللي قبل يسمى توهم المرض، والآن يسمى النس انكزايتي، القلق المرضي. من ضمن فئات النفس الجسدية. الفرق ما بين الأمور أنه كضغط حياتي زي كورونا، الكل عانك، الكل وسوس من أدنات الدنيا، يعني بحكم المعلومات الكثيرة الموجودة، الفرق بين أني أدخل في دائرة ضغوط هو اللي أسهم في أني أكون في هذه المرحلة اللي ماني في دائرة الخطورة، وأيضا كيف أفرق لا أني أنا مصاب بهذا الاضطراب بشكل فعلي وأحتاج أروح أزور الطبيب؟ زي ما تو قلنا أنه لازم يكون له ما مر عليه 6 شهور وهو بهذا الوضع، وهو عنده شكوى وراح لكذا طبيب. يعني طيب الكورونا الحين داخلين أكثر من 6 شهور وللحين الناس فيها هالخوف، يعني مع أي كحة فيها خوف، فيها خوف بس مو قاعدة تروح، في هذول يصيرون زي الدكتور شوبينج على طول رايحين للدكاترة. أنه لما يبدأ الخوف هذا أو القلق يؤثر على حياتك، على عملك، أنه حاجة مفروض تعملها تبطل تعملها لأنك أنت قلق، بالطبع. هنا وقتها أنت محتاج تزور لأخصائي، لكن لو كنت قادر تتخطى هذا القلق، بالطبع. وتتعامل مع حياتك وتعطي نفسك طاقة إيجابية وتسيطر على أفكارك، فأنت ما أنت محتاج لأخصائي. هذا صح أو خطأ؟ بالضبط، هذا كلام سليم. لما إحنا متى نقول أنه هذا خلاص صار اضطراب وأنت محتاج تروح طبيب؟ لما أثر على حياتك، لما صار عزلة، لما صار طول الوقت هو وقته ياخذ، هو طول الوقت يناظر في الانترنت ويشوف هذا المرض، وبعدها يطلع يروح للطبيب وما يقتنع بالطبيب يروح للطبيب الثاني، ويصير دوامة الدكاترة على طول هنا خلاص، ويعزل نفسه ويصير من حتى علاقاته الاجتماعية تضعف بسبب هذا الموضوع، وخوف وقلق وتوتر وقلة نوم. هنا خلاص، هنا تتجه للتوهم المرضي. أيضا كثير من الناس يقول لك حسيت بصداع، حسيت بكحة، حسيت بدوخة فعليا، فلما يروح الطبيب يقول له أنت والله قاعد تتوهم المرضى. وحتى عند العائلة لما يقصون طبعا حرارته أو غيرها يلقون في صحة جيدة. إذا فعليا السؤال، هل هناك انعكاسات جسدية من قبل هذا الاضطراب أنه ممكن الشخص يشعر بها في جسده وإن كانت غير موجودة؟ شو قاعد يحس هالإنسان؟ هو بالفعل هم يحسون بالفعل، بس هي كلها مرتبطة بنفسيته. يعني لما الواحد عنده قلق يبدأ عنده توتر، يبدأ الجسم يسوي زي الإنذار أنه في شيء، لأنه هو عنده هذه الفكرة أنه أنا فيني شيء، فيبدأ يتوتر، يقلق، دقات قلبه، ما ينام لأنه الفكرة دائما في رأسه. فهي فكرة زي يعني
فكره وسواسيه ملحه للواحد فتخليه حتى ما ينام. فتصير معاها تربط معاها الجسد بالفكره، فهذا اللي يصير. فهو بالفعل يحس بالفعل عنده، بس لما يجي ما لها اي في الاختبارات الطبيه وكذا ما لها اي استجابه، ما لها اي مرض، ما هي نابعه من مرض، هي نابعه من نفسيه. فهذا هو، فهو يقول لك انا حاس، بس هو لانه لو تعالج نفسيا وراح لطبيب نفسي وترك الطبيب العام، فبيبدا يناقشه بالافكار بالمشاعر، ايش اللي قاعد يقول لنفسه، ايش اللي قاعد يوصل نفسه، ومن هنا يبدا يتعالج من هذه. يعني عموما علاج الشخصيه القلقه ممكن يكون الواحد يشتغل على نفسه ويعالج نفسه من القلق، ولا لازم حيحتاج لأخصائي ونبدأ في خطة علاجية؟ وإذا بدأ فعلا في الخطة العلاجية كم المدة اللي ممكن يستغرقها؟ لأنه بعض الناس يكون عارف أنه محتاج أخصائي ولكن يشعر أنه ممكن حياته تتعطل إذا بدأ في العلاج. بالفعل هنا يعتمد، هو يقرر هل هو قاعد يأثر عليه، هل هو قاعد ينعزل، هل عمله تأثر، هل في بيته في علاقاته الاجتماعية تأثرت. هنا إذا تأثرت وصارت بالفعل متأثرة لا محتاج، إذا هي ما هي متأثرة مجرد أنه قلق مو نابع من صح، هذا ممكن يعني إذا هو مستوعب هذه المشكلة يبدأ. مرات هم إيش اللي يطلعون منهم، يصير مثلا البيئة نفسها أهله، من إن الشخص أهله مرة كثير يهتمون وكثير يخافون وشخصيات قلقة، فهو يكتسب هذا. فهذا هو، فيبدأ الواحد يشوف إيش المشكلة من وين جاية. مرات من خبرة، زي ما قلنا قبل أنه مثلا مصاب كان في مرض عضال فدخل فيه، فيظل عنده دائما الخوف من هذا. مرات من الإعلام، فهنا هل هو متأثر؟ إذا هو تأثرت حياته هنا من الأفضل أنه يروح لأخصائي نفسي. لما يروح لأخصائي نفسي يعتمد على مدة المرض وشدته، هل إلى أي مدى، فمختلف. في بعضهم مثلا من جلسة، من ثلاث جلسات، من يعتمد على مدة شدة المرض معه إلى أي مدى. وش نوعية العلاج اللي يقدم على، وأيضا النوعية على حسب الحالة؟ هو بالعادة الاضطراب هذا يكون العلاج السلوكي المعرفي هو أجدى. في دراسات كثيرة تقول أنه العلاج السلوكي المعرفي هو من أنجح العلاجات لهذا الاضطراب، لأنه يبدأ الواحد يفصل يعني يتعلم أنه كيف يميز ويدرك الأفكار الغير عقلانية الغير منطقية اللي تسبب له هذا الخوف، وبعد كذا كيف ممكن نطلب منه يلا كيف تسجل هذه الأفكار، وبعدين نناقش هذه الأفكار ونعلمه، وبعدين يلا أفكار بديلة لهذا الوضع، وبعدين إيش العلاقة بين المشاعر والأفكار والسلوك اللي أنت تحسه بالفعل جسديا ونفسيا من، وبعدين يلا في برضو الاسترخاء، في كيف ممكن مواجهة الضغوط، إدارة الضغوط، كيف مرات يكون هو هروب. يعني مثلا على سبيل المثال أنه في كثير دراسات وجدوا أنه الأطفال الصغار والكبار السن يصير عندهم هذه المشكلة، لأنه يصير عندهم يطلبون العناية والرعاية ويحسون أنه ما في أحد يهتم، فهم يأخذون هذه العناية فيتقمصون هذا لا شعوريا يتقمصون هذا المرض. فالواحد يشوف إيش الأسباب وكيف ممكن يواجهها. في تدخل دوائي؟ في تدخل، يعتمد على هذا، في تدخل دوائي، وفي يحتاج في اشخاص يحتاجون الاثنين، دوائي وعلاج نفسي. جميل. وفي بعضهم لا يحتاج بس جلسات نفسيه وتصير اموره كويسه. بالنسبه للاهل ممكن الاهل يكونوا سبب في زياده حده القلق، وممكن الاهل يكونوا يساعدوا في العلاج. الاهل كيف يتعاملوا مع شخص هو اصلا قلق سواء كان طفل او كبير؟ يعني هو الافضل ان الواحد يصير في الوسط، لا اللي هو يطنش الموضوع ويصير ما يسمعوا له ويحس انه هو نفور، اهله مو قاعدين يستجيبوا له فينعزل، ولا ان التعاطف الزايد اللي يوديه للزياده. هو الوسط يصير، انه هل هو عنده مشكله، طب الى اي مدى هذه المشكله، هل هي صحيحه؟ لما الواحد اوكي يروح مره ويشوف انه هو ما كان في سبب، خلاص معناته هو مجرد نفسي يبدون يبحثون ايش السبب، ايش اللي ناقصه، هل عنده مثلا زي هذا يصير عنده تنمر، هل عنده ضغوط، هل عنده ضغوط عمل فصاير من باب الهروب، هل محتاج، يبدون يعرفون في الاسباب. طيب خلينا نرجع ونذكر بالانعكاسات الخطيره لاهمال توهم المرض، خصوصا بالنسبه للفرد او حتى عائلته، انه يجب انه يلاحظ ايش ممكن يسوي بالشخص، خصوصا اللي يدخل في حالات عاليه من الوسوسه. يبدا عنده اكتئاب، يبدأ عنده القلق، يبدأ عنده قلة النوم، يبدأ عنده العزلة تماماً، منعزل عن الناس،
عن العلاقات، يبدأ يدخل في دوامة من الأفكار اللي طول الوقت طول الوقت، ويصرف فلوس كثيرة لأنه هو بيروح كذا دكتور، فهو قاعد يصرف ماديا ويصرف من وقته، فهذه هي يدخل فيها. إذن هي مشكلة كبيرة تستوجب العلاج فورا. بالفعل بالفعل. شكرا لحضورك معنا الأخصائية المعالجة النفسية سامية المطيري، يعطيك العافية. شكرا لكم.